السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. عاوزين تعرفوا إذا كانت روسيا حققت انتصارات غير عادية في مواجهة الناتو ولا لأ؟ ارصدوا وتابعوا الإعلام الغربي. إذا حضراتكم شفتم التون بيتصاعد ضد فلاديمير بوتين وضد روسيا في قلب وسائل الإعلام الغربية بطريقة مهووسة، أعرفوا إن فلاديمير بوتين حقق انتصارات غير عادية ووصل إلى نتيجة خطيرة جدا في مواجهة دول الناتو. إذا المسائل والتون بتاعهم بدأ يوصل أو الكيرف بتاعهم بدأ ياخد اتجاه سفلي، يبقى معنى ذلك هم بيحققوا نتائج إيجابية وبيحتفظوا بيها لنفسهم وعما قريب هيعلنوها. حضراتكم لو تابعتم التقارير الغربية ديت هتكتشفوا في حالة هوس إعلامي خطير جدا موجه ضد فلاديمير بوتين، إلى درجة إن جريدة زي نيويورك تايمز الأمريكية منزلة تقارير في صدر الصفحة الأولى، التقرير بتاعها بيقول، يعني شوفوا الكذب والفجر في الكذب وصل لحد فين يا جماعة. موسكو تحولت إلى مدينة للنساء فقط، ما عادش فيها رجالة خالص. مفيش رجالة عادة ماشية في الشوارع، مش مصدق؟ تعال شوف النسوين اللي احنا التقينا بيها وبيقولوا ايه. واحدة من النسوين ديت، مع الاعتذار طبعا لكلمة النسوين انا بتريق، واحدة من النسوين في قلب موسكو قالت يا جماعة، بتقول للصحفيين بقلب جريدة نيويورك تايمز الامريكية، يا جماعة انا قعدت ادور على راجل من فترة كبيرة جدا بعد ما الرجالة اختفوا وهربوا من قلب موسكو عشان يشيلوا قصادي حاجة، أنا ما تلقيتش رجالة. وطبعا ما جابوش اسم الست، سيدة اعترفت ليهم، وما أكثر السيدات فبركة بطريقة وقحة. تخيلوا حضراتكم إن المسائل توصل إلى درجة إن هم يصوروا العاصمة الروسية موسكو إن ما عادش فيها ولا راجل، إلى درجة إن كل الرجالة يا إما هربوا يا إما استخبوا خوفا من إن هم أساسا يتم استدعائهم في التعبئة الجزئية لحد تاريخ النهاردة. على الرغم من إن فلاديمير بوتين من حوالي أسبوع أعلن وقال إحنا تقريبا وصلنا للعدد المقرر في التعبئة الجزئية اللي هو أقل من 300 ألف واحد، خلصنا. لا 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 لا، بس برضو المدينة خالية من الرجال. طب ازاي يا الحج هو كده؟ ما تعترض، ده نيويورك تايمز الامريكية عامل حج، ده هتقول ايه بقى؟ جريدة كبيرة. فاكرين حضراتكم البروتوكولات بتاعت حكماء علامات استفهام عشان بس الفيديو؟ ننشئ مجموعة من وسائل الاعلام، وسائل الاعلام ديت غالبيتهم جزء منهم ينافقنا وجزء منهم يعارضنا معارضة شرسة جدا وجزء منهم حيادي جدا، بحيث ان هم يعارضوا في الحاجات الهايفة عند الحاجة الكبيرة يدافعوا عننا فيها فالكل يصدقهم. هي دي البروتوكولات، وهو ده الشغل اللي بيعملوه في قلب وسائل الإعلام الغربية. جريدة نيويورك تايمز الأمريكية وتحت عنوان موسكو خلت من الرجال بعد أن هربوا من الخدمة وأصبحت مدينة، مش للبهائم، مدينة للنساء. هو ده المنشط بتاع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، وتعالوا شوفوا الفبركة والفجر في الفبركة. لا أحد في روسيا يريد القتال، الشعب الروسي كله أساسا معترض على القتال. ولعل أقرب مثال إلى ذلك أن روسيا حصل فيها انقلاب كبير جدا، لا أحد في روسيا عاوز القتال. وموسكو المكتظة بأكثر من 12 مليون نسمة أكبر دليل، فقد أصبحت للنساء وبلا رجال. رجالها عايشين مستخبيين تحت الكنب مختبئين، أو جزء منهم هرب عشان ما يشاركوش في التعبئة الجزئية بتاعت فلاديمير بوتين. لقد تقلص وجود الرجال في العاصمة بشكل كبير، خصوصا في المطاعم والنوادي والتجمهرات الاجتماعية والملاهي على أنواعها. وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة، يعني احنا ما معناش أرقام دقيقة، إلا أن التقديرات بتشير أن مئات الألاف من الرجال غادروا البلاد منذ الإعلان عن التعبئة.
فتحولت المدينة كلها لمدينة للنساء، مش عايش فيها غير النسوين. ايه ده؟ ايه يا جماعة؟ هو أليس فيكم وسيلة إعلامية عربية وإسلامية وروسية رشيدة ترد على المهاترات دي بالواقع العملي من غير ما تدافع؟ تجيب لقاءات في قلب الشوارع، تتحرك بحيث إن هي تكشف الستار عن ذلك الذي يدور في قلب أوروبا، في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، يحولوهم من الفعل لرد الفعل. ثم بقى بتقول إيه بقى؟ بقيت النساء المتزوجات في موسكو بعد هروب الأزواج لدرجة إن إحدى العاملات بالتصوير قالت للصحيفة اللي هي جريدة نيويورك تايمز الأمريكية: أشعر وكأننا بلد النساء، فقد كنت أبحث عن أصدقاء ذكور لمساعدتي في بعض القضايا وبعض الأمور الحياتية، وأدركت أن جميعهم قد غادروا. يا لهوي يا لهوي، شفت البت الجميلة اللي كانت دايما تقول يا لهوي؟ قولي يا لهوي كده، يا لهوي. لا لا لا، أمال فين المياصة؟ فين الطعام؟ بتقول يا لهوي. احنا بقى بنقولها بالطريقة التانية، يعني الست بتقول ايه؟ لقد أدركت أن جميعهم قد غادروا. طب يا حيلتها، مش انت عايشة في موسكو وبالتالي انت عارفة ان الرجالة هربوا، يعني انت دورت ليه بقى؟ طبعا كلام متناقض نشرته الصحيفة وكلام سخيف. شوفوا بقى حضراتكم، موسكو بقى اللي مش لاقي حد يتجند في التعبئة الجزئية، روسيا اللي مش لاقي حد يدافع عنها، روسيا التي تواجه الهزائم، روسيا اللي تحولت العاصمة بتاعتها إلى مدينة من النساء. المستشار الألماني أولاف شولتس أطلق حزمة تصريحات خطيرة جدا، وحاولوا حضراتكم إن كنتوا تحللوها. الراجل ده قال إيه؟ تكتيك الأرض المحروقة الروسي يعزز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها. فلاديمير بوتين بيستخدم خطة الأرض المحروقة، بيدمر كل حاجة. إزاي؟ إزاي وهو راجل مهزوم؟ إزاي وهو راجل أساسا مش لاقي حد يتطوع وحد يتم استدعائه في التعبئة الجزئية لمؤاخذة؟ المستشار الألماني نفسه بيعترف بذلك. في إيه أنت بتقول إن روسيا بتتبع خطة الأرض المحروقة؟ خطة الأرض المحروقة إن هي بتطربق أي حاجة على دماغ الكل. طيب هو أنا هستخدم خطة الأرض المحروقة إلا إذا كنت قوي جدا وبشكل غير عادي؟ ثم بيقول الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس. ثانية واحدة، يعني أنت بتعترف برضو بعظمة لسانك في نقطة تانية وبتقول إن روسيا بتمارس الإرهاب عبر الصواريخ والقنابل. طب يعني إذن روسيا بتحقق تطورات غير عادية في جبهة القتال إلى درجة إنك أنت بتشتكي أساسا من القنابل والصواريخ بتاعتها؟ منتهى التناقض طبعا. ثم بيقول الحاجات المالية الأوكرانية تم تغطيتها حتى نهاية العام الحالي. مالية أوكرانيا ومنذ أسابيع بتستغيث، يا أخوانا ما عادش عندنا أسلحة. في ذات الوقت اللي قيادات الاتحاد الأوروبي اعترفوا بعظمة لسانهم وقالوا بالحرف الواحد احنا المخازن بتاعتنا ما عادش فيها اي اسلحة احتياطي عشان نمد اوكرانيا بيها، وبالتالي سعادتك انت بتقول مالية؟ احنا عاوزين اسلحة. لا 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 حضرتك، ما عادش في اسلحة. ده بيؤكد حضراتكم ان الكلام اللي بيقولوه حاجة والواقع العملي حاجة تانية. تعالوا حضراتكم شوفوا بقى روسيا يا حرام اللي تحولت العاصمة بتاعتها الى مدينة من النساء، وان هي يا حرام مش لاقي حد تقوم باستدعائه عشان يحارب. شوفوا حضراتكم التصريح ده. اعلن مكتب الرئيس الالماني فرانك فالتر انه قد قام بالغاء زيارة كانت مقررة الى اوكرانيا لاسباب امنية. السلطات الامنية ووزارة الخارجية الالمانية نصحت الرئيس الالماني بعدم الذهاب لان الوضع مقلق. ثانية واحدة، الرئيس الألماني كان على وشك ان هو يزور أوكرانيا، جت التعليمات الأمنية: مستر بريزيدنت لو رحت أوكرانيا مفيش أمان على حياتك. الله، ازاي
ليه؟ لسبب بسيط، روسيا تحقق الانتصارات والضربات غير العادية إلى درجة أن روسيا أصبحت تطول كل شيء في قلب أوكرانيا. كلام متناقض طبعا، والكلام ده هو بيكشف الستار عن مجموعة الأكاذيب اللي بتمارسها وسائل الإعلام الغربية وقيادات الغرب. تعالوا حضراتكم شوفوا بقى مدينة النساء. موسكو خلت من الرجال بعد أن فروا من الخدمة وأصبحت مدينة للنساء. طب والله مدينة جميلة قوي على فكرة يا جماعة، شفتوا اهو دي مدينة للنساء ولا لا يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اهو حريم، بس الصورة مش موجود فيها غير الحريم. هي صحيح صورة أرشيفية بس مش مشكلة، اهي مدينة للنساء ولا مش مدينة للنساء؟ طبعا شغل تهريج وشغل عك اساسا. وادي جريده نيويورك تايمز الامريكيه، وده نقلا عما نشر في جريده نيويورك تايمز الامريكيه. اولاف شولتز اللي هو المستشار الالماني يعلن تكتيك الارض المحروقه الروسي يعزز الدعم الاوكرانيه لدواعي امنيه، الرئيس الالماني يلغي زياره لاوكرانيا. طيب طالما انك انت واثق وثيق من الفوز كده، وطالما انك انت واثق ان روسيا اساسا بتخسر بشكل غير عادي وان الكلام ده مش هينفعها، هو سيادتك لغيت الزيارة ليه؟ روسيا هي اللي مسيطرة مش العكس. خلي بالكم من التقارير الغربية على المستوى الاعلامي، لان 99% من كل المعلومات المتعلقة بروسيا فبركة، وفبركة مخابراتية. يا مخابرات العالم، يا مخابرات الغرب، خلي بالكم احنا بنشم بشكل غير عادي اكتر من اي وسيلة اعلامية على المستوى الدولي كله. انا عاوز اقول لحضراتكم حاجة، معلومة بس كده، هوت جملة اعتراضية. العبد الفقير الى الله كنت بتولى رئاسة الاتحاد الدولي للصحافة الالكترونية في سنة 1998، في وقت كان العالم كله بيغرق في الجهل. كان تحت قيادتي أكتر من 500,000 عضو من كل أنحاء العالم بما فيهم أوروبا وأمريكا، تخيلوا حضراتكم. ومن ثم تعاملنا كتير جدا أساسا مع ناس وثقافات وبلاوي زرقاء وحاجات كتيرة جدا اصطدمنا بيها وبلغنا بيها الأجهزة الاستخباراتية في حينها، وعملنا تماس و و و و و فاحنا معجونين في الشغل الإعلامي المخابراتي، فاحنا بنشم الريحة الوسخة المشكوك فيها من على بعد. أي معلومة موجهة بتتفرز. قناة مصر، أراكم على خير.